بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في حاجه اسمها مالتي فايبريتور. يعني ايه مالتي فايبريتور؟ فايبريتور يعني ايه؟ يعني حاجه بتتهز. واحنا بنتعامل مع فولتجز، فاحنا متوقعين في الاخر ان احنا هيبقى عندنا فولتج وايه؟ بيتحرك ما بين تو ليفلز. تمام كده؟ طيب ركزوا معايا كده. عندنا ثلاث انواع من المالتي فايبريتور. اول حاجه مونو ستيبل، تمام؟ ثاني حاجه باي ستيبل، ثالث حاجه الاستيبل. خلينا نركز مع كل واحده لوحدها. اول حاجه مونو ستيبل يعني ايه؟ يعني السيركت اللي انا هعملها ستيبل على كونديشن واحده بس. يعني مثلا لو هي بتطلع طول الوقت في سي سي، وهي بتطلع طول الوقت في سي سي، هتفضل تطلع في سي سي طول الوقت. لو انا جيت غيرت اي حاجه في السيركت، دخلت لها اي انبوت، ايه اللي هيحصل؟ السيركت دي الفي اوت بتاعتها اللي هي في سي سي هتخرج من الحاله دي، هتخرج من الحاله دي وترجع لها تاني. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي هنا بتطلع في سي سي، جيت رحت انا مغير الانبوت بتاعها للحظه، فهلاقي السيركت دي بترجع لنفس الستيب بتاعها اللي هي الفي سي سي. شكلكم مش فاهمين، خلينا نشوف حاجه صغيره كده. لو انا عندي 50 ميه بتمر، غسالات الميه بتشتغل ازاي؟ لو انا عندي ده الانبوت بتاعي اللي هو الايه؟ الحاجه اللي بتملى الخزان ده، وده الاوتبوت اللي انا بطلع منه ايه؟ الميه. خلينا نقول في الاول ان انا مش بطلع اي حاجه، جميل؟ فاللي هيحصل ان انا عايز املى الخزان ده ميه لغايه ليفل معين. الليفل ده ما اقدرش اعديه عشان الميه ما تخرجش بره. فهعمل ايه؟ الخزان الميه بتشتغل ازاي؟ بيبقى في حاجه زي ايه؟ عوامه كده. العوامه دي بتعمل ايه؟ بتفضل تعلى طول الوقت، طول ما انا بملى الميه دي هتفضل ترتفع مع ايه؟ مع السطح بتاعي المنظر ده. فهي العوامه دي ماشيه كده وقاعده بتعلى مع الايه؟ مع السطح بتاعي. لغايه ما توصل هي متوصله بالضغط اللي هنا او بالانبوت اللي هنا. اول ما توصل للارتفاع اللي انا عايزه بتروح عامله ايه؟ قافله البلس ده او قافله السموك ده، فما ايه؟ ما يبلاش. ففي الحاله دي المنظر ده عندي ايه؟ ستيبل عند هايت معين اللي هو ايه؟ اتش. تمام؟ يبقى الحاجه دي صوتي عامله ازاي؟ ستيبل مستقره على وضع معين اللي هو ايه؟ الاتش ده اللي هو الارتفاع ده. جيت انا فتحت الباص ده وابتديت ايه؟ اسحب ميه، يبقى انا دخلت انبوت اللي هو ايه؟ ان انا بدات اسحب ميه من ايه؟ من الخزان ده. اول ما ابتدي اسحب ميه ايه اللي هيحصل؟ السطح ده هينزل. اول ما السطح ده ينزل العوامه دي تبتدي تنزل، ويحصل ايه؟ يحصل ان الباص ده يتفتح ويبتدي ايه؟ يملى تاني. هيفضل يملى لغايه ما يحصل ايه؟ ما يوصل تاني للمستوى ده ويقفل تاني. تمام؟ يعني ايه اللي حصل؟ في الاول كان عندي ارتفاع اتش، وبعدين عملت انا ديستربنس عليه او دخلت انبوت ان انا سحبت شويه ميه وقفلت تاني. اول ما سحبت شويه ميه دول هو خرج من وضع الاستقرار اللي كان عليه، الاتش دي ما بقتش اتش، قلت صح؟ وبعد كده ابتدت تعلى تاني لغايه ما وصلت لنفس ايه؟ وضع الاستقرار ده. فانا عندي وضع استقرار وحيد اللي هو ايه؟ اللي هو ارتفاع اتش ده. لو حصل اي ديستربنس للسيستم بتاعي، السيستم اوتوماتيكلي هيعمل ايه؟ هيبتدي يترفع تاني لغايه ما يوصل ايه؟ لسطح لوضع الاستقرار ده. فهو عنده وضع استقرار وحيد، وهو ده كلمه ايه؟ مونو. مونو ده يعني ايه؟ يعني جاي من واحد. تمام؟ يعني مونو ده وضع ايه؟ واحد. ده بالنسبه للمونو ستيبل. في دوائر بتعمل كده ممكن تدرسوها قدام لو درستوها ايه؟ هنيجي هنشرحها بالتفصيل. طيب ده اول حاجه، ده ايه؟ مونو ستيبل. طيب تاني حاجه ايه؟ باي ستيبل. من اسمها كده انا متوقع ايه؟ متوقع انها عندها تو ايه؟ تو ستيبل ستيتس. يعني ايه تو ستيبل ستيتس؟ يعني لو هي عندها، لو هي في وضع واحد، لو في وضع رقم واحد، لو السيركت دي في وضع رقم واحد وانا دخلت لها انبوت، الانبوت ده هيغيرها من الستيبل ستيت 1 للستيبل ستيت ايه؟
بتفضل مستقرة على الوضع التاني، مش زي المونو ستيبل. المونو ستيبل أول ما بدلها إنبوت إيه اللي بيحصل؟ بيحصل إيه؟ ترانزيشنز. الوضع دي إيه؟ ما بيفضلش مستقر، بيفضل يملى لغاية ما يستقر تاني عند نفس الوضع. في الحالة دي لأ، هو بيبقى في ستيت 1 ويحصل له إيه؟ يتنقل لستيت 2. وبعد كده لو اديته ايه؟ انبوت تاني هنا الاقيه رجع تاني لايه؟ لستيت 1. جميل كده؟ يعني انا هفضل هتنقل ما بين الاثنين دول. لو دخلت انبوت في ستيت ستيبل ستيت 1 هجيب ستيبل ستيت 2، وبعد كده لو دخلت 2 هبقى في 1، وفي الاثنين انا مستقر اول ما بوصل للوضع ده. حد عنده اي مشكله؟ طيب في برضه نوعين هندرسها ايه خلال السكشن ده. الشكل ده بنسميه ايه؟ ستيت دايجرام. الشكل ده كده السيمبل ده اسمه ستيت دايجرام، هتدرسوه في اخر اللوجيك كده. تمام؟ هتدرسوه في اخر اللوجيك بالتفصيل اكتر من كده بكتير. تالت حاجه بقى، تالت حاجه اللي هي ايه؟ الاستيبل. لما بحط ايه قبل كلمه معناه ان انا بنفيها، يبقى بقول استيبل يعني هو مش ستيبل اصلا. يعني ايه مش ستيبل؟ يعني هو مش مستقر في وضعه. هو طول الوقت بيتنقل ما بين ايه؟ كذا ستيت ومن غير انبوت. يعني هو طول الوقت عنده ايه؟ وليكن مثلا ستيت 1 وستيت 2 وقاعد بيحصل له ايه؟ بيتنقل من ستيت 1 ل 2 وبيتنقل من 2 ل 1 من غير ما انا اثر ايه؟ عليه باي انبوت. يعني هنا لازم ادخل انبوت، هنا ايه؟ مش لازم ادخل اي انبوت، مفيش انبوت اصلا. هو طول الوقت قاعد ايه بيتنقل من ستيت 1 لستيت 2. طيب حاجه زي كده ممكن استخدمها في ايه؟ ان انا اطلع ايه؟ لو انا عندي سيركت بتطلع هي استيبل، فبتطلع مثلا في سي سي قاعده بتتنقل ما بين في سي سي وجراوند، وفي سي سي وجراوند ما بتستقرش وما بدخلهاش ايه؟ انبوت. دي الدايره دي ممكن استخدمها ان انا اطلع ايه؟ طلع كلوك، صح؟ طلع كلوك بتطلع 0 1 0 1 المفروض انت اوير بالكلوك، صح؟ الكلوك بتاع البروسيسور مثلا، لما تقول البروسيسور بتاعك الكلوك بتاع 2.4 جيجا مثلا، فهو في ايه؟ اوتبوت معين، في سيركت معينه بتطلع ايه؟ 0 1 0 1 طول الوقت بفريكونسي قد ايه؟ 2.4 جيجا. هتدرسوا برضه الكلام ده قدام. حد عنده مشاكل؟ حد بيتلخبط ما بين المون ستيبل والباي ستيبل والاس ستيبل؟ ايه حد عنده اي مشاكل؟ مش شرط، في معظم الحالات بتبقى حاتمها. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي زي ما خدنا في المحاضره، خدنا ايه؟ الثلاث خمسات ايه؟ باي سي، صح؟ فاحنا ايه؟ هنراجع عليها سريعا وبعد كده نبتدي ايه؟ نشوف افكار المسائل. الكاميرا جايبه هنا؟
ايه الثلاث خمسات دي؟ هي في الاخر هي عباره عن انتجريتد سيركت، دايره متكامله زي اللي بنشتريها ايه؟ زي الاوبام كده، بس هي ايه؟ جواها كذا اوبام، جواها كذا ايه كومبوننت. الثلاث خمسات دي بنستخدمها ليها ابلكيشنز كتيره. هي اول ما طلعت كانت طلعت في السبعينات حاجه كده، وفضلت ايه؟ ليها ابلكيشنز كتيره طول الوقت. الدايرة دي عاملة ايه؟ هي متسمية تلات خمسات ليه؟ عشان التلاتة ريزيستورز دول. فهذا اللي 5 كي و 5 كي و 5 كي، فعملنا ايه؟ سميناها تلات خمسات عشان كده. هي عبارة عن ايه في الآخر؟ هي عبارة عن أي سي، يعني أي سي كده وليها ايه؟ وليها الجود اللي ما هتتعامل معاها كتير بعد كده. ليها الجود ايه؟ 1 2 3 وهكذا. الأي سي دي الجود بتاعتها هي ايه؟ 1 2 3 زي ما احنا شايفين. خلينا نفهم كل جزء من الدايرة دي ايه؟ لوحده. أول حاجة أنا عندي ايه؟ عندي ثلاثة ريزيستورز كده. وبعد كده عندي ايه؟ تو بانز أكت أز ايه؟ كومباريتور. يعني عندي تو كومباريتورز أهو، وعنده أو عندي ريزيستور. طبعًا مفيش كارنتس بتسحب في الأوبانز هنا. مفيش كارنتس بتسحب هنا. بعد كده عندي ار اس فليب فلوب. خدتوا الار اس فليب فلوب في اللوجيك؟ ماشي. بعد كده عندي ار اس فليب فلوب وعندي جزء. خلينا ناخد الجزء ياخدها واحده واحده. اول حاجه عندي ايه؟ اول حاجه عندي الريزيستورز دي. الديفولت كونكشن ان انا بوصل ايه؟ الواحد ده على جراوند. ترمي رقم واحد دي. كل السيركتس تقريبا بس بعملها ايه على جراوند؟ فواحد دي هي واحد دي برضو. متوصلين من بعض انترنال من جوه، وعندي ايه؟ الاثنين متوصلين على جراوند، وبرده بوصل 8 دي على ايه؟ على في سي سي في المعظم. طيب يبقى انا عندي ايه؟ عندي ريزيستورز كده اللي هي 5 كي وال 5 كي 5 كي، وعندي هنا في سي سي، وعندي هنا جراوند. فاول حاجه عايز اعرفها ايه؟ الفولت بتاع النقط دي، الفولت بتاع النقط في سي سي، وثلاثه ريزيستور زي بعض، ومفيش اي كارنت مسحوب باي كونكشن هنا، لان دي متوصله بايه؟ بالاوب اند، ومفيش اي كارنت مسحوب. يبقى انا عندي الفولتجز دي هي كام؟ هنا في سي سي على الثلاثه مقسمه على الثلاثه، وهنا هي 2 في سي سي على الثلاثه. جميل كده؟ ماشي. ده اول حاجه عرفتها الجزء بتاع الريزيستور. تاني حاجة اللي هي الكمبارتورز. أنا عندي كمبارتور كده، كل اللي أنا فاكره عن الكمبارتور إن هو إيه؟ اللي هو متوصل كده، وعندي تو إنبوتس. لو في إن أو في بلس أكبر من في ماينس هيطلع كام؟ في سي سي. ولو في ماينس أكبر من في بلس هيطلع كام؟ نيجاتيف في سي سي أو إيه؟ أو زيرو. يبقى لو أنا موصل دي بزيرو هيحصل إيه؟ هيطلع زيرو. يبقى هو لو بلس أكبر من الماينس هيطلع في سي سي، ولو الماينس اكبر من النص هيطلع ايه؟ زيرو. ده اللي انا عايز افتكره عن ايه؟ كونفرت. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي ار اس فليب فلوب. ار اس فليب فلوب ايه الار اس فليب فلوب ده؟ الكمبارتور هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اوبام، تمام؟ مش متوصل بيه اي حاجه غير الانبوت بتوعه، في بلس وفي ماينس. بيعمل ايه هو؟ لو في بلس اكبر من في ماينس هيطلع كام؟ في سي سي. لو في ماينس اكبر من في بلس هيطلع نيجاتيف في سي سي، او ايه؟ في الحاله بتاعتنا دي هيطلع ايه؟ جرافيك، تمام؟ او زيرو، تمام؟ راجعوا كده اول سيكشن في الاوبام هتلاقوه اول حاجه. طيب بعد كده انا بشوف ايه؟ الار اس فليب فلوب. مش مشكله دلوقتي الار اس فليب فلوب ده متكون من ايه؟ فليب فلوب مالهاش ترجمه، بس هي معناها حاجه بتتنقل ما بين حاجتين، ماشي؟ هي حاجه بتتنطط ما بين حاجتين. لو انا عندي ار اس فليب فلوب بالمنظر ده هتاخدوه ان شاء الله في اللوجيك قريب.
مش مشكله هو ايه الجوله ازاي هتلاقوه، هتشوفوه في اللوجيك كويس، السيركتس بتاعته هتاخدوا انواع مختلفه من الفليب فلوب قريب. المهم ان احنا عايزين نعرف دلوقتي الفانكشن بتاع الار اس فليب فلوب. الفانكشن بتاعه ايه؟ الار دي معناها ريست والاس دي معناها ست، تمام؟ يبقى هو ايه؟ ريست ست فليب فلوب، تمام؟ يبقى الار دي اللي هي ريست والاس دي اللي هي ست. فست معناها ايه؟ الاوتبوت بتاعي هو كيو وكيو 1، الاوتبوت كيو معناها اوت، تمام؟ يعني كيو دي هي الاوتبوت بتاعي. خلينا نشوف كده زي ما بندرس النور والان والكلام ده، بنعمل ايه؟ تروث تيبل كده وبنشوف الاوتبوت بتاعه عامل ازاي مع كل يوم. فانا هقول دلوقتي عندي ار وعندي اس وعندي كيو وكيو بار. كيو كيو بار يعني ايه؟ كيو ونوت كيو. فانا عندي دلوقتي الكيو بار دي وعندي هنا ايه؟ بتبقى الكيو، ماشي؟ خلينا نشوف دلوقتي هو ايه اللي بيحصل بالظبط. لو انا حطيت خلينا نقول الفيز الاول بار، لو حطيت الريست 0 والست 1 معناها ايه؟ ست معناها ايه؟ بقول اكني بقول له ست الاوتبوت بتاعي ب 1، اكني بقول له ست الاوتبوت بتاعي ب 1. فالدايره دي هتعمل ايه لو اديت له اس؟ لو انت حطيت له اس ب 1 هتطلع الكيو بار، الكيو بار كام؟ ب 0، ماشي؟ بعد كده ريسيت يعني ايه؟ ريسيت اكني بقول له ريسيت الحاله بتاعتي للايه؟ للانيشال كونديشن، والانيشال كونديشن بتاع اي دايره انها الاوتبوت بتاعها كام؟ بزيرو. فاكني بقول له ريسيت الانيشال كونديشن. فلو انا حطيت ريسيت ب 1 والست بزيرو معنى كده ان انا طلعت الكيوب كام؟ بزيرو. فاكني بقول له ايه؟ ريسيت الانيشال كونديشن الاوتبوت بتاعي ايه؟ زيرو. والكيو بار بتاعتي كام؟ هو ماشي؟ طيب لو جيت حطيت الاثنين بزيرو هيحصل ايه؟ مش هيحصل اي حاجه، لا بقول له ست ولا بقول له ريسيت، فبيعمل ايه؟ هولد ذا ليتست ستيت. يعني ايه هولد ذا ليتست ستيت؟ يعني يفضل مطلع اخر اوتبوت كان مطلعه. يعني لو كان اخر اوتبوت ب 1 هيفضل الاوتبوت بكام؟ ب 1. لو كان الاوتبوت بزيرو هيطلع ايه؟ زيرو. يعني اكني بقول له ما تعملش اي حاجه، خليك زي ما انت. اول ما اقول له الاثنين بزيرو بقول له ايه؟ خليك زي ما انت. يبقى الفليب فلوب ده بيحصل له ايه؟ بيتنقل الاوتبوت بتاع ال 1 لو حطيت ايه؟ لو حطيت الست ب 1، والاوتبوت بيتنقل لزيرو لو حطيت الريست بزيرو ب 1، وهيفضل زي ما هو لو ايه؟ لو حطيت الاثنين بزيروز اخر ستيت فيها هيفضل زي ما هو. بعد كده لو حطيت الاثنين ب 1 دي اصلا فوربيدن ستيت، يعني ما ينفعش احط، ما ينفعش احط الاثنين ب 1 لان انا مش هبقى عارف الاكسبكتيشن، مش عارف ايه اللي هيطلعه، لان انا بقول له في نفس الوقت بقول له ايه؟ بقول له ست وبقول له ريست في نفس الوقت، فمش هقدر اكسبكت، يبقى انا بقى ايه؟ فوربيدن ستيت. مش عارف احنا ايه، ما بنحاول ما نحطش الفليب فلوب بتاعنا ده ان انا احط السيت والريسيت مع بعض ب 1 عشان ايه؟ عشان مش هبقى متوقع الالبوم بتاعه عامل ازاي. ماشي. هو الفليب فلوب ده لو كان الاول كان بيطلع 1، لو كان الاول مطلع 1 وحطيت له انبوت السيت بتاعه ب 1، يعني حطيت السيت بتاعه ب 1 هيطلع ايه؟ هيفضل ب 1 صح؟ يعني هيفضل زي ما هو. طب لو حطيت الريسيت ب 0 سوري الريسيت ب 1 والريسيت ب 0 هيطلع ايه؟ هيطلع 0. يعني هيتنقل من هنا لهنا لو انا حطيت الايه؟ الريسيت ب 1 والايه؟ والريسيت ب 0. طب وهيتنقل من هنا لهنا ازاي؟ لو حطيت الريسيت ب 1 والريسيت بكام؟ ب 0. دي ايه دي؟ دي ايه؟ دي باي ستيبل سيركت صح؟ يعني هي بتستقر عند حالة معينة لو أنا دخلت لها انبوت معين، يعني هي بتتنقل ما بين تو ستيبل ستيتس وما بتتنقلش غير ما بينهم لا
لو انا ايه غيرت الانبوت بتاعي، هي تو ليها تو ستيبل ستيتس، يا مطلعه 1 يا مطلعه 0. دخلت لها ستيب 1 هتطلع 1، دخلت لها الريسيت 1 هتطلع ايه؟ 0. يبقى دي ايه؟ باي ستيبل سيركت. اوكي؟ الفليب فلوب ده ايه؟ باي ستيبل سيركت. ماشي. وصلنا كده؟ فليب فلوب. نايس. ايه في الفليب فلوب ده؟ في تحت ايه؟ حاجة اسمها ريسيت بوينت. تمام؟ الريسيت بار ده بيعمل ايه؟ الريسيت بار لما بيبقى ب 1 اكني بقول له، اكني بقول للدايره دي ايه؟ اشتغل. اكني بقول للدايره دي اشتغل، اكني بعمل لها ايه؟ انيبل، اكنه انيبل بالظبط. اكني بقول له انيبل، يعني ايه؟ مش ريسيت. يعني اقدر اقول ان هو ايه؟ انيبل. فهي ليها انيبل بنسميها ريسيت بار، بنسميها ريسيت بار. لو هي ب 1 هتشتغل. لو الريسيت ده بزيرو مهما غيرت السيت والريسيت مفيش حاجه هتحصل. يبقى الريسيت بار ده لو 1 فليب فلوب هيحصلوا ايه؟ هيشتغل. يعني ايه؟ يعني السيت والريسيت هيشتغلوا عادي. لو بزيرو ايه؟ السيت والريسيت مالهمش ايه؟ مالهمش اي تأثير. جميل كده؟ الريسيت اكيد هنا لوب ريسيت، بس هي هي الكنترول بتاعها مش زي الكنترول ده. هي دي مش هي، دي مالهاش دعوه بدي. دي ريسيت اكنها بتيجي بقول له ايه؟ بقول البلوك ده كله اشتغل او ما تشتغلش. في اي سي في الدنيا، في اي سي في الدنيا في بين اسمها ايه؟ انيبل او ريسيت بار، بتقول للدايره دي تشتغل او لا، تعمل الشغل بتاعها اصلا او لا. تمام؟ هو ده، هو ده الريسيت بار بتاعي. جميل كده؟ في اي سؤال؟ فاهمين الريسيت؟ الريسيت والكيو والكيو بار. ضفنا حاجه بس اسمها ايه؟ ريسيت بار او انيبل. انيبل يعني ايه؟ يعني بقول للدايره بتاعتي اشتغلي اصلا او لا، يعني قومي بدورك او لا. بقول لي الريسيت بار ده لو بون معناها، معناها ان انا بقول ايه؟ بقول للدايره تشتغلي، فهلاقي ان انا لما احط السيت بون هتلاقي هطلع بون، ولو الريسيت بون هيطلع ايه؟ زيرو. لكن لو حطيتها بزيرو اكني بقول له ايه؟ ما تشتغليش. حطيت له، حطيت لي بقى سيت بون ريسيت بزيرو اي حاجه، مفيش حاجه شغاله اصلا، طلعت زيرو طول الوقت. في اي مشاكل كده؟ يبقى انا عشان اشغل الدايره دي طول الوقت عايز احط الريسيت بار على كام؟ على 1. طيب هو ال 1 في الفولتج، ال 1 في الفولتج ده يعني ايه؟ في سي سي، يعني في سي سي. يعني طول الوقت لما انا بقول 1 و 0 لما بقول 1 تبقى ايه؟ في سي سي، ولما بقول 0 تبقى ايه؟ 0. يعني طول الوقت بقول 1، لو الاوتبوت بتاعي 1 معناه ان هو مطلع كام؟ في سي سي، ولو 0 يبقى مطلع 0. احنا كده فهمنا ايه؟ فهمنا الريزيستورز، وفهمنا الكومباراتور، وبعد كده ايه؟ الار اس فليب فلوب، وعرفنا ان الار اس فليب فلوب ده باي ستيبل سيركت. بعد كده عندي انفرتر بعد ايه؟ بعد كيو بار ده، وطلع الكيو، بعد كده طلع ايه؟ طالع بين الكيو بار دي على ترانزستور واصل ما بين البين 7 والجراوند. اخر جزء عندي، اخر جزء عندي ثلاث خمسات، اخر جزء عندي ثلاث خمسات. تسال في حاجه قبل كده؟ كيو
رقم 3 خالص. ماشي؟ مش فارقة. بس عشان نحط شكل كذا ايه؟ كذا سلكة من هنا. فكيو بار وانفكتر وايه؟ طيب عندنا هنا ايه؟ عندنا حاجة بالمنظر ده في الآخر اللي هو الجزء ده. عايزين نعرف بنعمل ايه بس؟ ده ترانزستور از سويتش. زي ما درستوه قبل كده. ده ترانزستور از سويتش. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي هنا 1 لو انا عندي هنا 1 اللي هي في سي سي لو طلع لي هنا 1 ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في اي بيز هنا هيبقى في اي بيز هنا واي حاجه اوصلها هنا